فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوج رجل بامرأة ثم تبين له بعد الدخول أن على جسمها وشم، فهل يعتبر هذا من العيوب التي تبيح له فسخ النكاح؟ ليس هذا من العيوب، لكن هذا محرم عليها الوشم، تزيله بأي وسيلة تزيل الوشم، وليس هذا بعيب يعني يسوغ الفسخ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.